مساء الخير يا شباب، كل سنة وانتم طيبين. نزلت الأعياد بعيد القيامة وعشام النسيم وحلول شهر رمضان المبارك. هنكمل النهاردة الليرنينج أوت كام اللي هو سي اس 1/12، وهنشوف ازاي نستخدم الكمبيوتر سايز از ليرنينج أوت كامز في الريسيرش بروجكت بتاعنا. و بالنسبه للليرنينج اوت كام دوت اللي هو على فكره دي ويك 9 و10، تمام، اللي هو ازاي تستخدم او تعمل ديكلاريشن تعرف الاري. وهنا في الاري بناخد في ديفرنت تايبس، في 1 دايمنشنال اري اور مالتي دايمنشنال اري. و 1 دايمنشنال اري اللي هو اقدر اسمي شبهه بالكولوم، يبقى 1 كولوم. لكن لما اقول 2 dimensional array يبقى فيه 2 column 3 column، وكل column 3 column فيه rows، فيه 1 row 2 row، يعني زي رقعة الشطرنج. رقعة الشطرنج دي كده ايه 2 dimensional array، تمام. لكن لو اتكلمت مثلا على رسمه في 3 dimension يبقى ده 3 dimensional array، لان يعني انا عندي x و y و z محتاج 3 نقط عشان ارسم النقطه، تمام، ومحتاج نقطتين في 3 دايمنشن عشان اقسم ايه لاين في 3 دايمنشن، مش كده؟ طيب ده كده المفهوم بتاع اللون ده. احنا بنراجع المفهوم دوت عن اللي خدناه السيشن اللي فات. المفروض كمان هنا المفروض الستودنتس كان اكسس الاري ميثودز such as adding و removing elements، والستودنتس كان ديل ويز اري ميثودز زي الميثودز بتاعت الاندكس والابند وريموف كلير سورت كاونت انزرت وريفرس. انا كنت الصوت عن الحاجات اللي هي بتاعت الفانكشنز او الميثودز في الاري، وهناخد اكزامبل الكلام دوت من تعال نشوف كده. لو انا كتبت هنا arrays methods in Python، تمام كده. طيب هناخد هنا الاكزامبلز الموجوده في ال W3 school، واحنا اشتغلنا قبل كده W3 schools في المدرسه. طبعا دي الفانكشن اللي هنشتغل عليها. اول حاجه اللي هي الابند، والابند اللي هي ادز ان element at the end of the list. انا عندي لسته وهضيف عنصر في اخر الليسته بتاعتي. طب تعال نشوف الاكزامبل بتاعنا. دي لسته اهي فيها 3 elements، وانا هضيف الاورنج as an element to the list. تعال نجرب اهو، يبقى انا عندي الاورنج اتضاف فين؟ في الاخر اهو، شايفين؟ طيب خلاص كده. طب انا عرفت ازاي؟ ضفت الامر برنت فروتس، الليسته بتاعتي اسمها فروتس، ودي الاليمنتس الموجوده داخل براكتس عشان كده دي ليست، تمام. وخلي بالك عشان دي سترينجز فكل element موجود داخل double quotations. تمام. تعال نشوف function تانية او ميثود تانية. الميثود التانية اللي هي clear، وهنا الميثود دي بت remove all elements from the list. press here. دي الميثود في البايثون اسمها clear. الاكزامبل برضه the same fruits as a list name والsyntax بتاعي و there is four elements and this is the values الابل والبنانا and so on. وبعد كده هنا الفروتس دوت كلير، دايما الميثود بيبقى بينها وبين النيم بتاع الليست بتاعي دوت، وبعد كده النيم اوف ذا ميثود، وهنا في البراكتس. ولو كانت البرانسيسس
والميثود ممكن تاخد argument او ما تاخدش argument، او ممكن تاخد arguments more than one argument. اوكي try it، تعال نتراي. اهي فانا لما ايه عملت كلير للفروتس وبعد كده عملت برنت الفروتس، طبع لي ايه القوسين فاضيين، يبقى ايه شال كل ايه الاليمنتس اللي موجود داخل الليست اللي اسمها فروتس. هاي تعال نشوف اكزامبل تاني زي الكاونت. طيب كاونت هنا بيعمل ايه؟ خلي بالك ده يعتبر زي الكتالوج بتاع الميثودز، انا مش محتاج احفظ الميثودز ديت يا جماعه، انا محتاج بس اعرف ازاي الميثود دي بتشتغل، افهم زي بالظبط كده المانيوال او الكتالوج بتاع حاجه معينه، معده معينه، انا مش هحفظ كل الحاجات بتشتغل ازاي، او لكن بالاكسبيرينس وبالبراكتسنج ممكن احفظ، لكن انا مش هقعد احفظ في كتاب كده وعشان احطه في امتحان، لا انا محتاج ان افهم الميثود دي بتشتغل ازاي واسرعيها ازاي واكتبها ازاي في الكود بتاعي. اوكي طيب يبقى هنا تو اندرستاند ذس كاونت اي ريد الكومنت اللي قدامها بيقول لك ريتيرن ذا نمبر اوف اليمنتس ويز ذا سبيسيفايد فاليو، يعني الاليمنت ده ليه فاليو هتتكرر كم مره، على التكرار الريبيتيشن بتاع الفاليو دوت هو ايه اللي هيرجحه لي الكاونت. تعال نشوف كده. ايه يبقى دي الفروتس از ليستا، ودي النيمز بتاعتي اهي اللي هي الفاليوز بتاعتي الاليمنتس، ودي الميثود كتب ازاي. خلي بالك المره ديت انا كتبت اكس، يعني انا محتاج النمبر دوت احطه في فاريبل، فالفاريبل اللي هو اكس دوت ويل كونتين ذا نمبر اوف the value cherry which will be repeated in the list. طبعا ال element اللي اسمه cherry دوت هو بيجي مره واحده بس، فلما اشوف كده جرب كده فاداني 1، يبقى هو ده ظهر مره واحده بس في الليسته دي. طيب يا ريت يكون في example تاني عشان نشوف الحكايه دي عشان توضح لنا كويس. هنا الليسته ديت اسمها بوينتس، وبوينتس الاندكس طبعا العنصر الاول اللي هو الاندكس بتاعه 0 في 1، الاليمنت الثاني اللي هو نمبر 1 في 4، اليمنت نمبر 2 في 2، اليمنت نمبر 3 في 9 and so on. طيب هنا x equals points dot count، points dot count وكاونت هنا بكام؟ 9 صح؟ يبقى هنا اشوف 9 دوت العنصر 9 how many times it appears in this list، ادي مره وادي مره. تعالى كده try it. يبقى اداني 2، يبقى دوت الكاونت بتاعته عدد مراته في الليسته مرتين، يبقى العنصر ده رقمه هنا كام؟ 3 و 0 1 2 3 كان الاندكس ب 3، وهنا الاندكس كان 4 5 6، يبقى العنصر ده اتكرر مرتين، جه مرتين في الليسته دي عشان كده ادينا 2. ماشي طيب دي كده يبقى احنا وي ليرن توداي اباوت ابند ميثود، كلير ميثود، اند كاونت ميثود، اندكس ميثود. اندكس ريتيرن ذا اندكس اوف ذا فيرست اليمنت ويز ذا سبيسيفايد فاليو، برضه يبقى انا عندي الاليمنت ممكن يتكرر اكتر من مره في الليسته كذا فاليو، لكن هو هنا هيرجع لي الاندكس بتاع الفيرست اليمنت تمام اوف ذا سبيسيفايد فاليو. هنا برضو هنا ابل وبنانا وشير، شير هنا الاليمنت اللي هيبقى كام؟ 2. ليه 2؟ لان ابتدى الاندكس بتاعه ب 0، اندكس هنا ب 1، اندكس هنا ب 2. Can we show you another example؟ هنا برضو 32 دي ايه مرة واحدة. نشوف حاجة تاني. طيب تعالى ترايت. اوكي فهنا 32 سوري 32 الاندكس بتاعها كان هنا 3. طب لو احنا قلنا مثلا ورينا الاندكس بتاع 16 هيكون كام؟ 4.
4. طب لو احنا قلنا مثلا 64 دي مثلا او 16 دي هناخد منها واحده تاني كده اهي، نسختها بالقوه بتاعتها احطها هنا مثلا ران، اديني كام؟ هنا كانت 4، هنا تبقى كام؟ 2 بالظبط كده، ادي 0 ادي 1 ادي 2. اوكي طيب احنا كده فهمنا كمان الاندكس. What else we need to know? We need to know about insert. Insert. Insert adds an element at a specified position. طيب هنا في ال insert دي لو احنا خدنا بالنا there is some difference. Here there are two arguments, not one arguments. As the index. Okay, or as the count. بس هنا وفي كمان في الأول خالص الكلير ما كانش بياخد أي arguments. لكن هنا احنا شفنا في الإكزامبل اللي فات في من غير arguments اللي هي كانت كلير. With argument كان اللي هو الانسيرت والابند والسورت، سوري السورت والابند، الابند والاندكس والكاونت، دول كانوا بياخدون argument. لكن هنا بقى في حاله الانسيرت ظهر معايا argument تاني. فالارجمنت الاولاني دوت اللي هو البوزيشن اللي انا هستخدمه او اللي هو فيه I will put the value of the second argument اللي هي orange. فهنا البوزيشن دوت اللي هو فيه بنان اللي هو نمبر 1 ده قبل نمبر 0 ده نمبر 2. So orange will be instead of banana and the banana will be removed ahead. Try it yourself. يبقى هنا insert in position number 1 يبقى ده 0 وادي 1 هنا، ده ظهرت هنا orange. بدأنا جه في الخانه الثانيه وتشيري جه في الخانه اللي هي الرابعه اللي هي الاندكس بتاعها ب 3. اوكي يبقى دي الخانه الثالثه اللي هي الاندكس بتاعها ب 2، الخانه الثانيه اللي هي الاندكس بتاعها ب 1، اند ذيس از الايه البوزيشن اوف 0. اوكي تمام. طيب نرجع باك ونشوف فانكشن ثانيه او ميثود ثانيه زي الانسيرت. اوكي دي احنا شفنا الانسيرت. اوكي طيب نشوف الريموف. هنا remove the first case of removes the first item with a specified value. يعني لو الايتم هنا بيتكرر مرتين هي ريموف الايه المره الاولانيه، لو بيتكرر ثلاثه برضه هي ريموف الايه الاولاني. اوكي اول ظهور ليه هي ريموف. تعال نشوف الاكزامبل بتاعنا اهو، هنا برضه ريموف بنانا هيبقى ايه، هيتفضل لي عنصرين بس اللي هو الابل والايه والتشير. اوكي اهو ناخد انذر اكزامبل. واضحه دي يعني لو كررت مثلا هنا بنانا تاني اهو كررتها جبتها هنا مثلا هجيبها هنا هنا اهي، فهيشيل البنان اللي في الاول وهيسيب لي ايه الاخرانيه اهي. تمام طيب نرجع باك ونشوف ميثود الثانيه. احنا اتكلمنا على ريموت، ناخد ريفرس. ريفرس ذا اوردر اوف ذا ليست، يعني هاي هيعكس لي الاوردر بتاعهم، يعني اللي كان في الفيرست هيبقى ات لاست واللي كان في اللاست هيجي في الفيرست اهي. يبقى برضه هي فروتس دوت ريفرس نيم اوف ذا ليست اور ذا اري دوت الميثود نيم، وبعد كده بيبقى البارنسيز لو كان فيها ارجمنتس او ما كانش فيها. فريفرس هنا ذا سيم از ذا كلير ويز اوت ارجمنتس ويز اوت اني ارجمنتس اهي، جات اللي في الاخر في الاول و at the first value will be at the last اللي هي قبل جت في الاخر. اوكي ناخد حاجه تاني مثلا
اورنج مثلا اهي. ونجرب كده، هتيجي اورنج في الاول. اهي جت اورنج في الاول، تمام. طيب are there any examples؟ بعد كده نيجي في اخر حاجه هناخدها اللي هي السورت. سورت، I will sort these elements in this array. So I have here three elements and sort alphabetically. So A, B, C until Z from A to Z. طبعا انا ما عنديش هنا حاجه بتبتدي بال B، بتبتدي بال B. B M W، بدأ بال B M W وبعد كده ال F اللي هي الفورد وبعد كده البول. طب لو انا عندي حاجه تاني مثلا زي الفيت، الفيت هتكون فين دي؟ الفيت هتيجي بعد الفيت ولا الفورد؟ الاي قبل الاو مش كده؟ تعال نشوف كده. يبقى فعلا بي ام دبليو وبعد كده الفيت وبعد كده الفورد، اوكي؟ يبقى ده السورت. طب في ار ذير اني اذر اكزامبلز ان سورت؟ يس. Yeah. هنا في حاجة اسمها ايه؟ جوه هنا بقى السورت ما كانش فاضي. لا ده في ايه؟ في هنا في الليست هنا في حاجة كمان اسمها ايه؟ يعني هنا كان السينتكس بتاعي كان فاضي مش كده؟ لا قال لك لا ديفينيشن اند يوزر. السورت ده ممكن يجي في ايه؟ حاجة اسمها ريفرس بيساوي ترو اور فولس، وكمان تاخد حاجة اسمها كي ماي فانك. والماي فانك دي بقى لما هنشوفها دلوقتي عبارة عن فانكشن بعرفها واكوردنج للتعريف بتاعها والفانكشن نفسها مبنيه ازاي مش كده؟ هيكون الكي ده بياخد الفاليو بتاعته ويبتدي السورت على اساس الكي ده. خلينا ناخد الاولانيه اللي هي ريفرس بيساوي ترو، يعني معنى كده ان هو ايه؟ هيسورت ان ريفرس ايه؟ دايركشن، يعني هياخد مش من اي تو زد لا من زد تو اي. تعال نبص كده ونشوف اهي. يبقى انا بقول له سورت ريفرس بيساوي ترو، يبقى فورد بي ام دبليو، يبقى متوقع ان يبقى فولف فورد ماشي. ولو احنا حطينا الفيت هتبقى هتيجي فين الفيت؟ بس انا نسيت حاجه احط الكوما. اه اه اوران